بداية أحب أشكر لكم دعوتكم واستضافتكم لي في هالبرنامج الرائع. كنت موجودة في المول طبعا، ما كنت قريبة من الحالة بداية ما فقد وعيه. كان ثنتين من شقيقاتي قريبين من الحالة، نادوني ورحت. ترددت صراحة في البداية بحكم أني طالبة وتوي خبرتي قليلة في المجال هذا. رحت للشاب وشفت الناس مجمعين حوله بشكل مو طبيعي، وهو زاد توتره، يعني أتوقع أن التوتر أن فقدان الوعي زاد عنده ومن التوتر الزايد. جيت عند الحالة، أول شيء اتصلت بالهلال الأحمر. طلبت من رجل الأمن اللي في المول إنه يبعد كل اللي متجمعين حوله. طبعا المقطع طالع ان الكل قريب، اي كل الناس حوله اشوفهم، اي بس هو بعيدين صراحة، بس التصوير اتوقع كان من الجهة الثانية. وكان الزوم مرة قريب. رجل الأمن ما قصر، ابعد كل اللي حوله. ورحت للمريض، كان جنبه صديقة، هو بس اللي يحاول يساعده. هي وش الحالة؟ كان عنده أزمة ربو. ربو، طيب. رحت عنده، عطيته مع صديقة البخاخ الربو، حاولنا نهديه شوي لأنه كان واضح عليه متوتر ومتعرق بزيادة. فعطينا بخاخ الربو وهديناه شوي، واضح أن المكان كان مكتوم وحر. حاولت أني أعطيه شوية موية يعني على وجهه وكذا، وبعدها كذا وشفت نبضة كان مرة عالي عشان التوتر أتوقع، وشوي كذا بعد 10 دقائق بدأ يهدأ نبضة، ورجع الوعي الطبيعي. والله ونعم يا مرام، أنت رفعتي رأس أهلك وجماعتك وأمك اللي كل يوم تشوفنا. أي صح، متابعتكم دائما. وش تقولين للوالدة؟ دائما تشوفنا فعندنا واسطة عندها يعني. والله وش أقول لها؟ لو أقول لها شكرا شكرا ما توفي بحق أي أم في الدنيا. صراحة أقول لها أنت أقوى إنسانة شفتها في حياتي. وأحبك مرة يا أمي بس. طيب وش الطموح اللي ناويتها مرام الفترة الجاية بإذن الله؟ أنا والله إنسان عاشق للتمريض جدا. بإذن الله أكون من أهم الرواد اللي يطورون التمريض في المملكة، وأجعل من أهم التخصصات وأنجحها في المملكة، وأحسن سمعة كل ممرض وممرضة. وأخلي الطلاب كلهم يطمحون أن يكونون في كل كليات التمريض.